اكبر غلطه اي حد مجتهد بيعملها واي حد بيشتغل من النار بيعملها ويفضل يقول لك هو انا ليه قاعد في مكاني، انا ليه ما بطلعش لقدام، انا ليه ما مش بترقى، انا ليه ما حدش شايفني، هو عشان خاطر اخر حاجه انا قلتها دي ان ما فيش حد شايفك. انت لازم تخلي الناس تشوفك. لو انت مجتهد وحاشر نفسك كده في على المكتب بتاعك وقاعد مركز في شغلك وما بتتكلمش مع حد، فبالتالي ما حدش هيشوفك، ما حدش هيعرف انت مين، ما حدش عارف انت بتعمل ايه، حتى الناس اللي قاعده معاك، عشان الناس تقدر ان هي تفهمك وتقدر ان هي تستكشفك. لو انت ما بتتكلمش عن شغلك، لو انت ما بتعرضوش صح، لو انت ما بتعرضوش باحسن حاجه ممكنه، مع ان انت بتجتهد جامد، ما حدش هيكتشفك. لما توسع نطاق علاقاتك هتوسع نطاق الفرص بتاعتك اللي بتظهر لك، وبالتالي هتعرف تترقى وتطلع لقدام اكتر.